في هالفيديو حتشوفوا تكملة رحلة الجيب سفاري اللي ما شاف فيديو الجزء الأول، روحوا شوفوه عشان ما يفوتكم شيء. منطقة شلال جيزلي كنت. هالمنطقة كتير حلوة وفيها فعاليات كتير مثل الزيب لاين، جاينت سوينغ، رافتينغ وباقي رايد كمان. حتى في مطعم تري هاوس مع فيو رائع، وصراحة أكلهم جدا طيب. بس أهم شيء الشلال المخفي، بس تنزلوا تحت مكتوب تمشوا تقريبا 300 متر عشان توصلوا، بس صراحة حسينا أطول من هيك بكتير، لأنه هاي رحلة جيب سفاري حنكون موجودين ساعة بس في منطقة الشلال، فعشان نقدر نغطي لكم المنطقة كاملة والشلال كامل جينا مرة تانية وصورنا لكم مخصوص. تقدروا تشوفوا الفيديو موجود في القناة. بعد ما خلصنا منطقة الشلال أخذونا على مطعم قريب نتغدى ونرتاح فيه، بعدها نكمل الرحلة. مياو مياو يام يام. Ah.
لحالك نايم. Miau. Bonus Suzan. Bak bak. Suzan. My grandfather. Maşallah. Yeah. She is 250 years old. Come on now. Yeah. وصلنا وادي ساكليكنت أو أخطوط ساكليكنت، وهون منورجيكم واحد من أجمل الوديان الصخرية في تركيا للسياح وللعوائل. مكان كتير جميل، ممكن تستمتعوا بكاسة شاي أو قهوة والمي حواليكم. Coffee?
question on me. Okay, no problem. Guys. Right and left. If you're gonna use it just one side, you will gonna spin around. First one. وهلا اخذونا على منطقه الرافتنج، اخترنا نربط البالونين مع بعض، بس للاسف الفكره ما كانت بتناسب قدراتنا الصراحه. شوفوا الورطه اللي تورطناها في النص وسووا لايك وكومنت على الورطه. وهيك بنكون خلصنا من الرافتنج وانتهت بأكبر ووتر فايت للرحلة، بس للأسف خلصت بطارية الكاميرا وما قدرنا نصورها. هاي كانت رحلتنا لليوم، نشوفكم في الرحلات الجاية. ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب.